معانا جداول بقى اللي هو حصاد مباريات الفرق المصريه امام فرق جنوب افريقيا. ده اللي على مدار التاريخ بقى، الفرق المصريه وفرق جنوب افريقيا. دي ده حصاد لتاريخ مباريات. لا نرجع قبليها الصوره، يعني الصوره رقم واحد لو نقدر، الصوره اللي هي حصاد مباريات الفرق المصريه امام فرق جنوب افريقيا. يمكن توتال يا دكتور عمرو للفرق المصريه لعبت مع فرق جنوب افريقيا 33 مباراه على مدار التاريخ. الحمد لله الافضليه كانت لفرق مصر، 14 فوز للفرقه المصريه، 9 تعادلات و10 هزائم. الفرقه المصريه سجلت 48 هدف، دخل مرمانا 33 هدف. لا مش الصوره دي برضه، مش الصوره دي، لا لا اول صوره خالص، الصوره رقم واحد اللي هي حصاد مباريات الفرق المصريه امام فرق جنوب افريقيا. حصاد مباريات الزمالك تحديدا، الزمالك لعب 8 ماتشات امام فرق جنوب افريقيا، فاز 4 مباريات منهم، ما تعادلش خالص وخسر 4 ماتشات. فبالتالي الزمالك يمكن الامور متكافئه، كسب 4 ماتشات وخسر 4 ماتشات، سجل 12 هدف ودخل مرماه 12 هدف. ده بالنسبه للزمالك. صن داونز امام الفرق المصريه لعب 8 ماتشات، فاز في 3، اتعادل ماتشين، خسر 3، سجل 11 هدف وعليه 7 اهداف. ده الحصاد الاجمالي للمباريات ما بين الزمالك والفرق جنوب افريقيا او صن داونز والفرق المصريه. الصوره اللي بعديها اللي هي تاريخ مباريات الزمالك امام فرق جنوب افريقيا. الزمالك زي ما اتكلمنا لعب 8 مباريات، اول مباراتين كانوا سنه 93 امام كايزر تشيفز في دوري الابطال دور ال 16، الزمالك خسر 2-1 في ماتش الذهاب في جنوب افريقيا، بالظبط هي الصوره اللي قدامنا دي، وفاز في ماتش العوده 1-0 وتاهل الزمالك لدور الثمانيه. بعد كده لعب مع اورلاندو في سنه 2013 في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، خسر 4-1 في ماتش الذهاب في جنوب افريقيا وفاز 2-1 ماتش العوده هنا في القاهره. 2015 السنه اللي فاتت مع اورلاندو كسب 2-1 في ماتش جنوب افريقيا هناك في ملعبه، وقدر يفوز كمان 4-1 هنا الزمالك. ثم اخيرا في 2016 السنه دي امام صن داونز للاسف خسر المباراتين 2-1 و1-0 ماتشين الذهاب والعوده اللي كانوا في دوري المجموعات. بعديها مواجهات صن داونز امام الفرق المصريه. يمكن صن داونز امام الفرق المصريه يمكن تعثر في معظم المباريات وخرج، ودي برضو بشره خير او تفاؤل لنادي الزمالك. اول مره كانت سنه 2001 امام الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وزي ما حضرتك عرضت الاهداف من شويه، تعادل 1-1 في جنوب افريقيا هدف سيد عبد الحفيظ، وفوز الاهلي هنا 3-0 بثلاثيه خالد بيبو. 2007 لعب مره ثانيه امام الاهلي، تعادل 2-2 في جنوب افريقيا والاهلي فاز هنا 2-0 وتاهل الاهلي لدور الثمانيه في البطوله. 2008 لعب مع حرس الحدود وخرج امام حرس الحدود، رغم ان حرس الحدود ما كانش عنده خبرات افريقيه كتيره، لكن قدر يتخطى صن داونز، خسر هناك في جنوب افريقيا 1-0 ثم فاز الحرس 2-0 هنا. ثم اخر مرتين بقى امام الزمالك في 2016 في البطوله الحاليه اللي فاز فيهم صن داونز في المباراتين.